دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق جامعة عين شمس هو ضيفي للحديث في هذا الموضوع وافتتاح السيد رئيس اليوم لمحطة تحيا مصر ولكل الخدمات البحرية الجديدة والمشروعات للنقل البحري الحديث. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. أهلا وسهلا. منورنا. الحقيقة الصورة أكيد مشرقة. صحيح. يعني الصورة مشرقة بس ادينا كده يعني عايزين نبدأ المحاور ادينا كده يعني ما هو الجديد اللي هينقلنا بعد هذا الافتتاح اللي تم اليوم؟ يعني هو الافتتاح ده الأول بنبارك للمصريين على هذا الافتتاح وعلى التطور اللي تم في قطاع النقل البحري والمواني ولازلنا مستمرين، وعايز أقول إن ما تم اليوم هو جزء من منظومة متكاملة وليس قاصرا على محطة متعددة الأغراض تحيا مصر، لكن يمكن كما أشار وزير النقل وفي النقاش مع فخامة الرئيس إن في منظومة متكاملة للارتقاء بقطاع النقل البحري والقطاع اللوجستي في جمهورية مصر العربية. النقل البحري أحد الأذرع الهامة للتجارة الدولية. مصر 90% من التجارة ما بين مصر ودول العالم الخارجي بتتم عن طريق النقل البحري. المواني المصرية مرت عليها فترات ما كانش فيه تطوير ولا تحديث ولا زيادة في أطوال الأرصفة البحرية أو الغاطس بتاعها، وبالتالي التوكيلات الملاحية الدولية بدأت تهجر الموانئ المصرية وتتجه إلى موانئ بتقدم خدمات أفضل في دول الجوار الإقليمي. فبالتالي بقينا يعني هل ده حدث مثلا في 25 عام اللي تحدث عنهم السيد الرئيس انه ما كانش فيه تطوير فبالتالي احنا ما كناش موجودين بقوه في النقل البحري في الوقت ده، ولم نستغل الموقع الجغرافي الجميل اللي هو 3000 كيلو متر طولي من الشواطئ على البحر الابيض المتوسط وعلى البحر الاحمر بالشكل اللي كان ممكن يكون ليه تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. فبدأنا من 2014 إن احنا نهتم بقطاع النقل بشكل عام باعتبار إن النقل هو قطاع خدمي داعم لمشروعات التنمية المستدامة بكافة أدواتها. لو عايز أعمل عمران، عايز أعمل تنمية زراعية، عايز أعمل تنمية سياحية، كل هذه الأمور محتاجة إن يكون في بنية أساسية قوية في قطاع النقل، سواء إذا كان نقل بري يعني طرق أو إذا كان نقل بحري يعني مواني وخدمات لوجستية في المواني ومواني جافة ومناطق لوجستية أو نقل سككي. والسكة الحديد برضو منظومة متكاملة كانت قبل 2014 متهالكة وعلى شفا الانهيار ومديونة للدولة، ودلوقتي بقى في طفرة في القطاع السكة الحديد. وبمناسبة الافتتاح بتاع محطة تحيا مصر هناك مشروع ربط الميناء الإسكندرية الكبير ومحطة تحيا مصر بالميناء الجاف أكتوبر اللي تم النهاردة افتتاحه. تمام. وبالتالي لما أنقل في رحلة قطر واحد 700-800 كونتينر يبقى أنا بقلل من الترافيك اللي موجود على شبكة الطرق بشكل كبير. وهذا الأمر ليس فقط في ميناء الإسكندرية، لكن المحاور ربط المواني البحرية بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية ده أمر مستمر الدولة في إنشائه، وهو تأخر لكن إن إحنا نبدأ وبشكل سريع أفضل من إن إحنا أفضل من إن إحنا ما نبدأش. خليني أقول إن المنظومة ليست تطوير مواني وفقط، لكن تطوير مواني ودخول القطاع الخاص في إنه يشتغل في توفير البنية الفوقية ويبتدي يشغل. النهاردة الشركة الفرنسية اللي هتقوم بتشغيل محطة تحيا مصر هي رقم 3 على مستوى العالم في هذا المجال. طيب اسمح لي هنا بمناسبة الشركة اللي حضرتك ذكرتها دكتور حسن، يعني يشترك معنا في الحوار الخبير الملاحي أستاذ عمرو الشافعي. مساء الخير يا فندم. أستاذ عمرو، يعني النهاردة الحقيقة الصورة المبهجة اللي كانت موجودة في تحيا مصر، وخليني أقول أخذ عنوان بأنه الموانئ المصرية على خريطة جديدة في النقل البحري. يعني أنا هاخد من كلام حضرتك ومن كلام دكتور حسن الأستاذ حسن، يعني دي بداية تطبيق رؤية الدولة المصرية 2030 الجمهورية الجديدة على أرض الواقع. احنا النهاردة عندنا مصر انها تكون مركز لوجستي عالمي
ده لازم يكون بتطوير البنية التحتية اللي فخامة الرئيس كان وجه بتطويرها فيما يخص الطرق، فيما يخص الاستثمار في المواني وتطوير الأرصفة والأعماق بتاعة الأرصفة، لأن مصر لحد سنة 2012-2013 بالوضع الحالي اللي كانت موجودة فيه حالة الأرصفة وحالة المواني ما كانتش هتقدر النهاردة في 2023 تستقبل الأجيال الجديدة من السفن اللي هي النهاردة بتشيل 24,000 حاوية، بيوصل الغطس ل 17 متر و 18 متر، فكان لازم هذا التوجه عشان مصر تقدر تجابه. النقطة الثانية يا فندم، لازم إن احنا يبقى عندنا توجه في تعظيم تجارة الترانزيت. تجارة الترانزيت دي يا فندم في دول زي ما سيادة الرئيس قال النهارده قايمه على تجارة الترانزيت، ومعالي وزير النقل لما اشار لتجربة سنغافورة، سنغافورة النهارده بيتخطى دخلها القومي فوق 30 مليار دولار فيما يخص تجارة الترانزيت. تجارة الترانزيت ببساطة شديدة جدا بتعتمد على حاجتين، أولا حجم مواني عملاقه موجوده في الدوله اللي عايزه تنهض بهذا القطاع، النقطه الثانيه يبقى عندها شبكه من الطرق والنقل بالسكك الحديد للمواني الجافه، ودي توجه مصر خلال الفتره دي. النهارده الحاويه هتنزل في المينا، هتتحرك بالقطر تروح المصنع او تروح المينا الجاف، تتنقل للمصنع يتاخد منها المواد الخام، ترجع مصنعه للمينا الجاف بالقطر تاني للمينا وترجع انها تتشحن. محطه تحيا مصر دي نموذج مصغر لعدد كبير من النماذج اللي هيكون موجود، زي ما سياده الرئيس قال النهارده ومعاه وزير النقل قال ان احنا عندنا توجه فيما يخص ميناء السخنه المرحله الثانيه، وتم الاعلان عن تحالف هاتشسون سي ام اي كوسكو، وده تحالف ضخم جدا برضه بتشترك فيه المجموعه الفرنسيه مع المجموعه الصينيه مع الدوله المصريه. هيكون في استثمار كبير جدا في ميناء شبيه لميناء تحيا مصر النهارده، وده هيشتغل في خلال 24 شهر ان شاء الله على البحر الاحمر. القطاع الثاني المهم جدا اللي تم الاعلان عنه النهارده هو تطوير ميناء العريش في سيناء، وده شيء مهم جدا. يمكن سياده الرئيس اشار ليه النهارده، ودي كانت خبر مفرح لينا كلنا، ان فعلا هيبقى في القطاع بتاع طابه العريش ونقل التجاره العربيه والاتفاقيه اللي تمت ما بين الدوله المصريه والاردن والعراق، وهيتم نقل البضائع عن طريق النقل البحري لميناء النقل البري سوري لميناء العريش، وهيتم شحنها لدول اوروبا، وربط نفس الموضوع عن طريق الانفاق لميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد. كل الربط ده بجانب القطار الكهربائي اللي لاقى بعض الهجوم اللي هو هيربط ما بين ميناء العين السخنه وميناء الاسكندريه، محور لوجستي جديد جدا ما بين البحر الاحمر والبحر الابيض. كل الربط ده وكل الاستثمارات اللي موجوده في المواني النهارده، النقطه المهمه لما يكون عندنا ثالث اكبر مشغل في العالم زي ما استاذ حسن قال وعنده ثقه في الدوله المصريه ويجي ويستثمر طبعا. وده الاستثمار الاجنبي اللي الدوله محتاجاه الفتره دي أكيد. يمكن انا كان ليا دور وكنت شاركت في الحوار الوطني في لجنه الاستثمار الخاص والاستثمار الاجنبي، واتكلمنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا في اللجان ان احنا محتاجين جدا يبقى عندنا استثمار جاذب للقطاع الخاص يعني الاجنبي، وده مهم جدا. اسمح لي يا استاذ عمرو بالتصور اللي حضرتك كده يمكن شرحته ايضا، يعني تفضل مشكور ايضا دكتور حسن قاله، يعني الخريطه كده بقت يعني فيها نوع من انواع التكامل التجاري اللي هو الخدمات اللوجستيه اللي بتبقى موجوده في ما بين الموانئ والطرق. هل اقدر اقول كمان انه هذه الخدمات اللي بقوه عادت الى موانينا والتطوير الكبير للموانئ المصريه هيخفف كمان عن الطرق العاديه يعني الكتير طبعاً. يعني هيخلي مصر تتنفس اصلا يعني. طبعا حضرتك النهارده لما هنبدا نستخدم النقل بالسكه الحديد، وزي ما الاستاذ حسن كان اشار برضو ان التطوير اللي تم في البنيه التحتيه لقطاع السكه الحديد على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وبصراحه انا يعني اوجه كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس والفريق كامل الوزير على التوجه اللي حصل في السكه الحديد الفتره اللي فاتت. النهارده احنا بنشوف القطر هيطلع من ميناء اسكندريه هيدخل ميناء 6 اكتوبر اللي تم افتتاحه النهارده، كل ده بقى بيخفف على منظومه الطرق. في نقطه مهمه جدا يا فندم عايز اشير ليها بجانب ده، النهارده وجود معالي وزير الماليه وان هو بيتكلم على الاجراءات الجديده الخاصه بالجمارك فيما يخص المواني وتقليل الفتره الزمنيه. النهارده كان في شكوى عامه
من كل الشركات الاجنبيه في السابق لتاخير خروج الحاويات من الموانئ. هو انا اعتقد كمان وجود السيد وزير الماليه في البرزنتيشن وفي الافتتاح امام الشركات الخاصه ادى ايضا مصداقيه بان احنا حتى الاجراءات اللي كان فيها روتين وبيروقراطيه بنتخلص منها علشان سرعه الاجراءات كلها تكون سليمه. يعني هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان توجه الدوله أكيد. المصريه مش توجه وزاره، ده توجه دوله بالكامل. ده التكامل اللي احنا كنا بننادي بيه بين الوزارات، لان مفيش ده فريق عمل يا فندم. وزاره النقل شغلها وتطويرها في المواني والاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبيه عمرها ما كانت هتنجح من غير ما هيكون في وزاره ماليه بمصلحه الجمارك أكيد. ان هي تقدر ان هي تتواكب مع التكنولوجيا. احنا شفنا النهارده سياده فخامه الرئيس وهو واقف في غرفه العمليات، واللي كان سياده الفريق كامل قال ان هو شاف زيها في ميناء سنغافوره، وان هو فعلا جابوا التكنولوجيا دي وبداوا يدوها للميناء ده، وان الشباب المصري هو اللي بيدير، ودي نقطة مهمة جدا، هو اللي بيدير عملية الشحن والتفريغ بأحدث التكنولوجيا مع وجود منظومة جمركية رقمية. ايوه، ما هو زي ما قال سيادة الرئيس احنا بنبني دولة، احنا دولة اكيد. يعني انا بشكرك جدا استاذ عمرو الشافعي على كل هذه المعلومات الخاصة، بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو الشافعي الخبير الملاحي. عودة تاني دكتور حسن، هعود لضيفي دكتور حسن مهدي استاذ هندسة النقل والطرق جامعة عين شمس. يعني يمكن يعني استاذ عمرو اضاف ايضا للنقاط اللي حضرتك قلتها، بس انا عايز ارجع اسال حضرتك ايضا السؤال. يعني انا دلوقتي الناس برضو مش معتادة على فكرة الميناء الجاف، فالميناء الجاف دي ما كانتش خدمة كمان مفعلة بشكل كبير في مصر. صحيح. ازاي هتقدر الميناء الجاف كده؟ يعني انا هتصور لو انا بتعامل مع النقل البحري وانا بنقل حاجتي من غير ما الحاجه تتلمس وتروح هنا وتيجي، بقى في خطوات كتير مرتبه. اه طبعا، يعني هي حضرتك الميناء الجاف هي باك يارد للميناء البحري، وهو بيتم نقل البضائع من الميناء البحري بشكل سريع بخطوط حديديه بالاضافه للنقل البري. قريبا ان شاء الله الخط اللي هو هيربط ميناء اسكندريه بالسادس من اكتوبر هو تحت التنفيذ، واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي، فان شاء الله تعالى خلال فترة وجيزة يكون اشتغل. ده هياخد البضائع من ميناء الاسكندرية الكبير اللي هو بيضم الماكس والدخيلة واسكندرية إلى ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر. ليه 6 أكتوبر؟ عشان منطقة صناعية، فأقدر بالقرب من مناطق المصانع وأقدر أنقل مستلزمات الإنتاج وأصنع وأعيد تصديرها تاني أو أعيد توزيعها، حتى لو في جزء هيتوزع في السوق المحلي وجزء هيتصدر تاني يبقى في سهوله لربطها بالمواني. لما بعمل ميناء جاف فانا بساعد في رفع الطاقه الاستيعابيه للميناء، لان بدل ما المواد والبضائع بتتراكم في الميناء لانهاء الاجراءات وخلافه، انا بفرغها باستمرار وبشكل سريع وبدي للميناء مساحه أكبر عشان يقدر ياخد بضائع اخرى وخلافه. صحيح. ودي متعارف عليها على مستوى العالم ان يكون في عندي مواني جافه ومناطق لوجستيه علشان ارفع من الطاقه والقدره الاستيعابيه للمواني البحريه بتاعتنا. وخلينا نقول ان ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط كان برضو عايز اقول مصر ما كانش ليها حظ كبير فيه. النهارده مع المحاور اللوجستيه الكثيره، سواء اذا كانت محاور بريه او سككيه. صحيح. من خلال السكه الحديد او نقل بحري، او برضو عندنا كمان النقل النهري، ويمكن كان في حديث اننا الوحدات النهريه تقدر كمان من اسكندريه انها تشارك، خصوصا في السلع الاستراتيجيه والمواد اللي هي مش سريعه التلف. صح. فاقدر ان انا انقلها بمجرى نهر النيل، وده كله كل هذه الادوات والوسائط بنسميها النقل متعدد الوسائط، واداره هذه المنظومه بشكل كفء هو ده الاهم. هو ده بقى الاهم، لان احنا عندنا المواني دلوقتي دخلت في ما يسمى السمارت بورتس او المواني الذكيه. صحيح. والمواني صديقه البيئه، ويمكن اتكلمنا عن المعدات اللي موجوده والاوناش. مظبوط. والاوناش والمعدات كلها بتعمل طاقه الكهربائيه، فيبقى في عندي برضو الاهتمام بان ما فيش تلوث من هذه المحطات متعدده الاغراض اللي هتستقبل سيارات وكونتينرز وبضائع عامه، وهيكون في عندي قدره اكتر على ان انا انافس، ويبقى في توكيلات بقدم خدمات احسن. يبقى في النهارده شفنا الشركه الفرنسيه في الكلمه المقتضبه اللي كانوا بيعرضوا، قالوا ان احنا بنرحب بكل التوكيلات العالميه انها تيجي تشترك، لكن احنا كمان ادرجنا هذه المحطه وهذا الميناء على خطوطنا. ده ثالث اكبر مشغل على مستوى العالم لما طبعًا. يبقى من ضمن
النقاط او المواني اللي موجوده عنده. هو ميناء الاسكندريه الكبير ده اعتقد ان هي الحاله هنا وين تو وين، هو بيستفيد والدوله المصريه والاقتصاد المصري وهنا بيستفيد. انا عندي سؤال لحضرتك دكتور حسن، يعني احنا شفنا الكلمه اللي قالها يمكن الممثل الفرنسي، وكان في يعني ايضا يعني من القطاع الخاص او من شركات اخرى عالميه، دول تانية الصين وغيرها. ازاي انا بعد هذا الافتتاح والمشروع والربط اللي حضرتك ذكرته ده اللي هيبقى موجود هيضيف قد ايه لمصر؟ يعني انا عايزه اتكلم ازاي هيدخل ايه اللي هيفرق كتير، يعني ايه اللي هيفرقني بقى دلوقتي عن منافسين موجودين، خصوصا انا موقعي مميز جدا. صحيح، يعني انت لما بتعيدي خطوط ملاحيه زي ما اشرت من فتره من شويه انها هجرت المواني المصريه وراحت الى دول جوار اقليمي، يبقى انت بتستفيدي والاقتصاد المصري بيعود عليه نفع من هذا الامر. ليه اعيد هذه الخطوط الملاحيه اللي سابت مصر؟ لان طورت أيوة. ومن غير ما اطور ما كانش حد هيكون طبعًا موجود عندي، بالاضافه الى برضو تجاره الترانزيت، ويمكن أيوة. دي عايزين نتكلم عليها، تجاره الترانزيت يعني طبعًا. برضو المواطن يفهمها، ان انا لما بيكون عندي انا استطيع ان في المحطه اللي هي زي ما قال الاستاذ عمرو دي نموذج مصغر اللي هي محطه تحيا مصر، وان شاء الله هيكون في تحيا مصر 2، اقدر ان انا يبقى في عندي تجاره لحاويات الترانزيت، وجايه من الغرب راح الشرق، جايه من الشمال راح الجنوب، وبالتالي يبقى هنا في استفاده. وممكن تجاره الترانزيت تدخل لمصر عائد، يعني عايز اقول بدون مبالغه، يمكن يكون مساوي او يزيد عن الدخل اللي بيجي من السياحه، لان في دول كتير بتستفيد واقتصادها طبعا. بس انا احط النظم والاسس المتعارف عليها دوليا عشان اقدر فعلا استفيد تجاره الترانزيت فاستفيد كلية. خلينا نقول ان اللي بيحصل في مصر في مجال البنيه الاساسيه وغيرها من المجالات هي طفره لم تشهدها مصر من عقود ماضيه. ضغطنا على نفسنا، بس زي ما يعني الرئيس قال النهارده احنا بنبني دوله. أيوة. والدوله دي في حاجات كتير قوي، هو قال ان الفتره الماضيه احنا اشتغلنا بشكل جيد، لكن كان ممكن نشتغل بشكل افضل من كده. اللي بنعمله النهارده وتكلف مليارات كثيره، لو كانت عمل من 10 15 سنه كان ممكن يتكلف اقل شويه، لكن احنا بنقول ان هذه الامور اصبحت حاجه ملحه ليها مع الزياده السكانيه المطارده، احنا بنزيد 2.5 مليون طبعًا. مولود في السنه طبعًا. فكان لازم يكون عندي بنيه اساسيه تتواكب مع ذلك، وعندنا كمان في عجاله باقي المواني وما يتم فيها من انا بس عايز اسال حضرتك حاجه عشان قبل ما ينتهي اللقاء سريعا، العريش يعني العريش تحديدا لو انا برجع بس بالزمن شهور أو يعني أقل يعني سنة ولا حاجة، إحنا كنا لسه في العريش بنحاول نأمنها بشكل كبير من الإرهاب، أنت العريش عادت إلى الخريطة طبعًا. بأمن كبير طبعًا. عادت إلى التعمير إلى البنى، والآن مينا العريش كمان يعني صحيح. وده كان العريش بقى والرابطة ما بينها وبين الأردن والعراق، عايزين برضو نفهم. لا ده أنا عايز أقول لك كمان إن مينا العريش دي كانت بسبب برضو ما تم إنشاؤه من بنية أساسية وأنفاق، يعني النهارده الانفاق احنا عندنا 5 انفاق، 2 شمال الاسماعيليه و2 جنوب بورسعيد، وعندنا صحيح. نفق الشهيد احمد حمدي 2 خلى الرحله 23 دقيقه صحيح. بعد ما بتاخد ايام. نفق الشهيد انا لسه كنت جايه منه، حاجه رائعه طبعا آه. فاصبح دلوقتي الوصول سهل، التعمير اصبح سهل، القضاء على الارهاب دايما بيبعد عن اي حاجه فيها عمران وفيها ناس. فانا النهارده لما يبقى عندي مشروعات تنميه مستدامه موجوده، مواني، زراعه، صناعه او صح. غيره، يبقى انا بقضي تماما على الارهاب، لأن يعني الضامن الأساسي للقضاء نهائيا على الإرهاب أن يكون في مشروعات مستدامة وفي توطين للناس اللي موجودة بتشتغل وبتزرع وبتسكن وخلافه. فكل هذه الأمور طبعا ميناء العريش مهم جدا للربط مع دول الجوار الإقليمي، سواء إذا كنا بنتكلم على الأردن أو العراق أو غيرها. هذا الميناء البحري هام جدا وهيضيف لقدرة المواني المصرية، ولما ربط المواني المصرية من خلال منظومة المواني الذكية أنا بقدر أوجه حركة التجارة الدولية لأنهي مينا يقدر يستقبل إيه صحيح. فبالتالي أستفيد بشكل أكبر. أكيد هي خريطة عن منظومة الحقيقة. السكة الحديد السريعة، يمكن أيوه. الأستاذ عمرو أشار للقطارات الكهربائية السريعة اللي الناس كانت بتقول وإحنا محتاجين قطارات. محتاجين، لأن شبكة القطارات اللي عندي تعاملت من 200 سنة وطولها 9500 كيلو، ما طرقش عليها خلال 200 سنة أي زيادة صح. مع الزيادة السكانية الموجودة، وأنا عايش حوالين شريط صغير في وادي النيل، كان لازم أن أنا أمتد علشان أقدر أحقق جودة في الحياة
وانتشر على مساحة أفقية وحقق فرص عمل. خلي بالك قطاع النقل من القطاعات كثيفة العمالة اللي ساهمت بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل. وأعتقد المشروعات دي كمان هتدي فرص عمل اكبر بالظبط بعد ما يتعمل بقى مشروع زي محطه تحيا مصر لما افتح تطوير في مينا او الربط كمان اللي حضرتك قلته ده كله ده محتاج عماله كتير عماله مصريه مدربه وعماله كمان مدربه وذكيه. انا بشكرك جدا الحقيقه. أهلا بك. وهاخد الكلمه الاخيره من حضرتك. 200 سنه في النقل السكه الحديد يعني لم يتطور كثيرا. مظبوط. عندنا 25 سنه في المواني، فاحنا الحمد لله ان احنا دوله وان احنا قادرين نقف دلوقتي. بشكرك جدا دكتور حسن مهدي استاذ هندسه النقل والطرق بجامعه عين شمس وهندسه عين شمس. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. نورتنا.